في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك قصة حياتي ضامنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك. هل تفضل العلاقة مع الشخص اللي انت بتحبه اكثر ام اللي هو بيحبك اكثر؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من أروع القصص لأنها قصة من كلمة الله من الكتاب المقدس. قصتنا النهاردة بعنوان رسالة إلى كنيسة أفسس. سأقرأ معك آيات جميلة ذكرها الكتاب المقدس عن رسالة يوجهها الله، يوجهها الرب يسوع المسيح إلى كنيسة أفسس مليئة بالمعاني ليا وليك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نقرأ من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي أصحاح 2. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هذا يقولها الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبعة المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك، يعني بعد ما بيقول مدح كبير، لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتوب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. أفسس هي مدينة في آسيا الصغرى دلوقتي موجودة في تركيا، كانت ضمن سبع كنائس في آسيا الصغرى أرسل ليهم الرب سبع رسائل في سفر الرؤيا. أفسس وبعدين سمرنا وبعدين برغامس وبعدين ثياتيرا وبعدين فيلادلفيا وبعدين لودوكية، سبع كنائس أرسل ليهم سبعة رسائل. وأفسس هذه المدينة زارها الرسول بولس، طبعا كان في أعمال 16 عايز يزورها لكن الروح القدس منعهم بالتكلم في الكلمة في آسيا لغاية ما ظهر لي رؤيا المقدوني، لكن في أعمال 19 زار أفسس وتكونت كنيسة كبيرة. هناك كانت إلهة ديانا أرطاميس آلهة الوثنيين، وقال حاربت وحوشا في أفسس. ظل هناك أكثر من سنتين، استأجر مدرسة لشخص اسمه تيرانوس وخدم هناك خدمة عظيمة، بعدين حصل شغب وترك أفسس. وبعد هذا الرب يكتب هذه الرسالة. سأستكمل معك هذه القصة المهمة جدا جدا، واللي بتجاوب على السؤال انت تفضل الشخص اللي تحبه اكتر ولا اللي يحبك اكتر، بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلو هاني بلدي. ابقى معي الى ما بعد الترنيمة.
بحبك حبك بقلبي يا قلبي ما بيتردد أنا بحبك يا أحلى كلمة برددها كلمة حبيب بحضر فيك بعظمها أنا بحبك يا أحلى كلمة برددها كلمة حبيب بحضر فيك بعظمها الحلاوة دي وإيه الروعة دي، يعني ترنيمة جميلة رائعة، علاقة وحديث المحبة ما بين المسيح العريس وما بين الكنيسة أو النفس البشرية العروس. وأنا بصراحة يعني عايز أعيد الترنيمة تاني، لكن إذا مش يمكن تتعاد على التلفزيون قدامك، لكن ادخل على اليوتيوب لو عايز تعيدها هتلاقي الحلقة موجودة على اليوتيوب. وأنا أول حاجة هروح على اليوتيوب علشان أسمع تاني وتاني هذه الترنيمة الرائعة مع هاني بلدي. والعريس بيقول
اسألي دمي، اسألي دموعي اللي قبل الصليب صارت دم قبل ما تصلب. ايه المعاني السامية دي في قصتنا النهاردة اللي بعنوان رسالة إلى كنيسة أفسس؟ عارفين سفر الرؤيا سفر نبوي جميل بينقسم إلى ثلاث أقسام زي ما أغلب المشاهدين عارفين القسم وتقسيمته جواه. في أول السفر بيقول ما رأيت وما هو كائن وما سيكون فيما بعد. ما رأيت في أصح واحد، شوف الرب يسوع في صورة قضائية، ثم ما هو كائن، سبعة كنائس ذكرتهم، أفسس ورا سمرنا، ورا سمرنا برغامس، ورا برغامس ثياتيرا، ورا ثياتيرا ساردس، ورا ساردس فيلادلفيا، ورا فيلادلفيا كنيسة لودوكية. في رسالة الرب يسوع لكنيسة أفسس رسالة ليا وليك وليكي، خمس حاجات. الحاجة الأولى بيبدأ بكلمة تشجيع، والحاجة الثانية ده هو الرب الحنين، الحاجة الثانية بيبدأ بكلمة مديح، والحاجة الثالثة بيتكلم بكلمة عتاب. ثم بعد التشجيع ثم المديح ثم العتاب بيتكلم بتحذير قوي بصراحة، وأخيرا الحاجة الخامسة والأخيرة بيتكلم الرب يسوع المسيح بوعد. يعني هو ده الرب يسوع، زي حديثه مثلا مع السامرية، الأول بيقول كلمة تشجيع وبعدين بيقول الحق، يعني نعمة وحق ونعمة، تشجيع ثم حق وتحذير ثم نعمة. ها هو ده الرب، هو ده الحنين الحلو. بالنسبة للتشجيع بيقول لها بيقول الممسك السبعة الكواكب في يمينه والماشي بين السبعة المناير، وهو عمل تفسير ليها بين السبعة الكواكب هما ملائكة السبعة كنائس، ثم السبع مناير هما السبع كنائس وشهادتهم. بيقول لها على فكرة، بيقول لك نيس أفس ويقول لي ويقول لك ما تخافش، ما تخافش لاني انا لا اترك نفسي بلا شاهد خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها تتبعني وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. ما تخافش لما تلاقي بعض الكنائس حصل فيها ضعف او مشكله مع القسيس والشعب، ما تخافش لانه في النهايه ربنا الرب يسوع هو الماسك السبعه الكنائس، ثم هو المسؤول عن الشهاده، متمشى بين السبعه مناير. هذا هو، وعلى فكره معنى كلمه افس يعني محبوبه، وانت وانتي وانا كشعب لله محبوبين جدا على قلبه. وطبعا عارفين ان في رساله اسمها رساله افسس وهي رساله السماويات فيها ست اصحاحات. ده بالنسبه اول حاجه بدا بكلمه تشجيع، لكن بعد كده بالمديح. هو ده محبه ربنا، بيقول انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، بيقول انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك. والثلاثه دول بيذكرهم برضو الرسول بولس هو بيكلم كنيسة تسالونيكي، بيقول كده متذكرين بلا انقطاع، تسالونيكي الأولى 1:3، عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. هنا الرب يسوع بيقول أعمال وتعب وصبر، والرسول بولس برضو بيقول عمل الإيمان، تعب المحبة، صبر الرجاء. ثم لأنه ربنا شايف كل حاجة، أنا عارف مكتوب عنه في عبرانيين 4:13 كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمرنا. يعني حتى كأس بارد لما بروح في قرى ألاقي أخت مثلا، ربنا يباركها، ربنا يباركهم الأخوات الحلوين دول، بتكنس الكنيسة أو بتمسحها وسط البرد. ربنا عارف الحاجات دي اللي يمكن محدش بيقولك برافو، يمكن بتزور مريض، يمكن بتقدم فلوس، محدش من البشر بيهتم. بس افتكر أن ربنا يسوع المسيح بيقولك أنا عارف أعمالك. الحاجة الثانية في التشجيع بتاعه بيقول وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، عارف أعمال وتعب وصبر، ثم لا تقدر أن تحتمل الأشرار. حلوة جدا الكنيسة أو الفرد اللي بيدين الخطية. في الكنيسة الأولى في سفر الأعمال حنانيا وسفيرة ماتوا. للأسف الشديد أقول أن كنائسنا مليانين بحنانيا وسفيرة، بس ما بيتمش القضاء سريعا لأنه الحالة ما عادتش تبقى زي زمان. في كورنثس الأولى 5 بيقول الرسول بولس اعزلوا الخبيث من بينكم، فهنا بيمدحه بيقول له انت مش قادر تحتمل الاشرار. الحاجه الثالثه بيقول جربت القائلين انهم رسلا وليسوا رسلا. في ايات بتقول لكل مؤمن حقيقي ميز، مثلا امتحنوا الارواح في يوحنا الاولى 4:1، هل هي من الله؟ لان انبياء كذب كثيرون قد خرجوا الى العالم. من اروع نقط المدح بيقول له انت جربت القائلين انهم رسل وهم مش رسل،
مش اي حد يجي يقول لنا اي حاجه احنا نصدق. المؤمن يكون عنده روح تمييز، زي المرأة الشونامية كانت مميزة. أول ما شافت إليشع قالت علمت أنه رجل الله مقدس، لكن المرأة بتاعت صرفة صيدا ميزت بعد سنة ونص، بعد ما قوم لها ابنها إيليا قالت الآن علمت أنك رجل الله. ثم يمدح أيضا بيقول تعبت وصبرت لأجل اسمي، احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم. الحاجة الخامسة بيمدحوا انه يبغض اعمال النقلاويين اللي هم دول كانوا بيبيحوا الزنا والاكل ما ذبح الاوثان. يبقى اول حاجة قدم كلمة تشجيع، ممسك السبعة المناير السبعة كواكب وماشي بين السبع مناير. الحاجة التانية مدحوا بيقولوا انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك ومش بتحتمل الاشرار. لكن العتاب بقى، شوف عنده ايه امتيازات بتاع 7-8 امتيازات سمعناها، لكن عندي عليك، مرات بنقول شيء لكن هي مش مذكورة كلمة شيء لان دي كل شيء، لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فاذكر من اين سقطت وتب. عزيزي المشاهد، اخت المشاهدة، مرات كتير بيكون لنا نشاط وخدمة زي الراجل بتاع افسس ده، شوف بيقول له حاجات جميلة جدا، بس الموتيف الدافع ما هوش محبة. ربنا بيعاتبني النهاردة وبيعاتبك يا اللي قدام التلفزيون يا اللي قدام الانترنت، انا ما اعرفش انت بتشاهدني فين، بيقول انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك لكن انا بعاتبك. ليه؟ عليك انك تركت محبتك الاولى. بتعمل خدمة كتير لكن الخدمة دي ان ما كانش هدفها ونابعها هو المحبة فهي لا شيء. الرب بيعاتبني جدا، وخلينا نرد عليه ونقول له احبك يا رب يسوع. يا رب يا رب ايه المعطل اللي عطل حبي ليك؟ هل بديت احب العالم؟ لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. ثم بيبدا يعالجها بيقول ايه، اذكر من اين سقطت وتب. اذكر حاجات كتيره في الكتاب نحتاج ان نذكرها، زي ما قال له اذكر عماليق مثلا، افتكر اقعد كده اقول فين ايام زمان. يا رب يا اخويا المشاهد يا اختي، فين الايام اللي كنت اقعد فيها اناجي الله في الصلاة بحب شديد؟ اذكر من اين سقطت. ايه المرة، ارجع بذاكرتك، ايه الوقت اللي فيه محبتك لربنا ضعفت؟ ثم تب واعمل الاعمال الاولى، هذا ما يريده الرب. لكن يذكر تحذير، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك إن لم تتب. شوف ازاي هنا في سفر الرؤيا بيقول لرسالة لكنيسة أفسس، خلي بالك لو ما تبتش هزحزح منارتك، انا بنفسي اعمل قضاء، الشهادة هتضيع. وبعدين الرسول بولس في اعمال 20 بيتكلم ويقول لقصوص الكنيسة التي في افس خلي بالكم سيدخل ناس بينكم ذئاب. ثم يذكر الرسول بولس في رسالة لتيموثاوس الثانية جميع الذين في اسيا بتوع افس ارتدوا عني. والان للأسف كنيسة افسس في تركيا مجرد اثار، ما فيهاش كنيسة. ليه؟ لان محبتها ضعفت. ثم يقدم وعد اخير ويختم به ويقول في هذا الوعد انه ياكل من شجره الحياه، التمتع بالحياه الحقيقيه. عزيزي المشاهد، اذا ما خدتش بالك من كل حاجه في الحلقه، ادعوك تصلي معايا وتقول له يا رب محبتك ليا ادت ليك للصليب، اما انا يا رب فحبي ليك لماذا بارد؟ يا رب لا تسمح ان اترك حبي ليك، يا رب كل حبي ليك كل قلبي ليك، ساعدني خدمتي ليك تكون نابعة عن حب. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.